in with the foot, flexible foot, and find yourself with that. What? Divide and bind it. What?
الحكومه نفس الكلام حبيت اي حضر في الايه دي اللي هم بتلاقيه اهو الايه دي بتاع ده كلمه مهمه لازم اعمود على السته وبالتالي الزاويه اللي على ايه ما دام هو عمودي كانت الزاويه اللي بينهم 90 يبقى كوزاين 90 بكام؟ بدي وبالتالي لو انا حبيت اجيب علاقه الايه كمدزيوم بالتيو كيو ايه كدور وضع بالنسبه نفس الكلام لو خدت دي خلاص كله هيبقى مفهوم لو حبيت اجيب الايه اكس نقطه ايه فقط ابص الانجل اللي بينهم بكام؟ الزاويه اللي بينهم كام؟ اللي هي ما بين الاي اكس والاي فاي الزاويه اللي هي 90 بلس فاي. فاقول ايه؟ كوزاين 90 بلس فاي. اللي هي بتدي مين؟ ماينس ساين. بعد كده نفس الكلام اي واي نقطة الاي فاي ابص الانجل اللي بينهم كام؟ واضح لو انت بصيت في الدايجرام الواضح الزاويه اللي ما بين الاي واي الاي فاي كام؟ كام الدوري؟ الاي فاي؟ احمد انا بتكلم يا ريت ترد عليا، انت لو ردت عليا زي ما قلت لك حسب الوضعية يبقى الكلام اللي بيتقال عليه ما بيوصلش. يعني انا مش بمعنى ان انا بس ولا حاجة لا، انا عايز بس اعرف المعلومة وصلت ولا ما وصلتش. عشان كده ايه مع بعض ايه وبالتالي تبقى كام؟ الاي واي ضد الاي فاي الاقي من هنا من الدايجرام دي اجل فاي يبقى كمان. نفس الكلام ايه فاي؟ ايه عموديين على بعض وبالتالي كوزاين 90 اللي هي كام؟ اللي هي دي. بعد كده هيتبقى ايه؟ ان انا عندي في الترند كده عندي 3 ايه؟ كوردينيت اللي هي 3 بوينت اللي هي الاكس والواي وايه؟ والزد. ولو حبيت اجيب الايه اكس ضد الايه زد كام؟ هي ربطته مع بعض الاكس عمود على الزد وبالتالي ايه؟ ايه واي دوت الكيت اللي كام كتير لانه برضه انت عاملين على بعض بينما ايه الكيت دوت الكيت اللي كام واحد ان الاهلي كام طيب زي ما انا ايه انا حطيت ميزان ايه صغير وبسيط ما يبقاش ايه انت ايه الفكره انا عايز اوصل لك فكره وخلاص وحاولت ايه اعقدك في المساله فانا خلاص راح اتدرب في المساله دي بقول لك اسيوم جاب او ليك فيكتور ايه كام؟ واحنا اتفقنا قبل كده ان ايه؟ ان ده فيكتور اللي هو حتى قلت لك كلام محل ايه؟ هيبقى المفروض عندك يبقى ده بورد ده. الكلام ده انا قلته في الحصه الماضيه. فافترض ان الايه عباره عن اكس في اتجاه كده. يبقى المساله دي انا بدي لك الايه؟ الفيكتور دي كام كومبوننت؟ 1 كومبوننت اللي هي في اي اتجاه؟ اتجاه الواحد. يبقى انا في المساله بتاعت الاي اكس والاي زد كام؟ يبقى انا من خلال هذه المساله انا مدي لك اكس كام؟ انا مدي اكس يبقى زيرو الاي ده من دي يبقى الاي ده من دي هو المفروض يبقى في سيدي كوم كوبون مساله هي مساله تقول كده يبقى عندي 1 كوم 1 يبقى هي كوبون طبعا كوبون بكام؟ 4 طيب هو بيقول لك ايه مطلوب؟ بيقول لك كوبون الفيكتور ده اللي هو فروم ايه؟ كابتن كوردينيت انتو سيرتيكال كوردينيت. طب في سيرتيكال كوردينيت المفروض يطلع ايه؟ واحد كوم ولا ممكن يكون اكتر؟ ممكن يكون اكتر وممكن يكون واحد. فالكلام ده انا هجيب من ايه؟ عن طريق ايه؟ طيب يبقى هو عاوز ايه؟ يبقى الريكوايرمنت قبل ما اقول لك كلمه ولا حاجه الريكوايرمنت بتاعه هو عاوز يطلع ايه؟ عايز يطلع الفيكتور ايه؟ ايه هو؟ اتجاه بي او عايز يطلع كي فاي اتجاه بي فاي عايز يطلع كي زد اتجاه بي لا ما انا قلت اللي انا قلته من كلامك اي واي هي عباره اللي هي في المساله دي عباره عن فيكتور
الكوردينيتور ياخد ايه في المساله دي في الكارتيزيان كوردينيتور. هو عايز يطلع مين؟ المناظر ليه؟ بس قال لي ايه؟ كوردينيت الاذر كوردينيت اللي هي مين؟ السنتر. طيب عشان اطلعها يا شباب افهموا بس عشان ايه؟ لو انا عايز اطلع عايز اطلع الاي رو كام؟ عايز اطلع الاي فايت بكام؟ عايز اطلع الاي زد بكام؟ طيب من البدايه الاي رو الايه؟ رو دي وقعت ايه؟ يعني لو انا بفكر ان انا ايه؟ عايز احلها احلها ازاي؟ ايه اللي بابا واخدين جدا اسمه ايه؟ لو انا هكتبه ايه؟ فقدته اتجاه الايرو يديني الايرو مش كده؟ يبقى كل يعني ده هو يعني انا مدي لك ايه؟ عشان تطلع الايرو دي عباره عن ايه؟ القنبله بتاعتك تكتب في اتجاه الايرو. الاي فاي عباره عن ايه؟ القنبله بتاعتك تكتب في اتجاه الفاي. الاي زد عباره عن ايه؟ القنبله بتاعتك تكتب في اتجاه الزد. وبالتالي لو انا حبيت اطلع الايرو انا عايز اطلع القنبله بتاعتك. فالقنبله بتاعت الفيكتور دي بتيجي منين؟ من البروت ولا من اللوك برودكت؟ اللوك برودكت. وبالتالي لو انا عندي فيكتور ايه؟ انا عندي لوك برودكت في الاي رو يديني مين؟ انتوا فاهمين ولا لا؟ لا ما في اللي فاهم. حد محتاج كل ده؟
لا لا انا بتكلم عن جزئيه جدا. يا كده منتهي ولا كده منتهي؟ لا الاكس دي في انهي بورد ايه؟ دي الاكس دي بتاعت الكارتيريا، انا مش عايز الكارتيريا، انا عايز ايه؟ ايه؟ كل اللي انا عايزه اول ده هنا دي التيرم اوف رو فايزر. الاكس دي التيرم ايه؟ دي الكارتيريا الفايزر. وبالتالي انا عايز نتيجه اكس واحول عليها تمام. وبالتالي لو انا بصيت على المثلث ده انا عندي ايه؟ الاكس عباره عن كام؟ بس في اي اتجاه؟ اتجاه واحد. تمام طيب ازاي؟
لا هو كلامك صح، هو 90 لو انا بتعامل في 90 وانا بتعامل دول الكارتيجن كوردينيت، ما انا عارف هو الكارتيجن كوردينيت دي كما لو كان كده، بس انا عايز احوله للدايره، الدايره تاخد القلب اللي انا عامله. Yeah.
لو انا بقول لك احتمال كبير يوم الثلاثاء هم هيتفقوا، لو انا كنت بقول انا ايه لو انت عليها من الوقت ده هتجيب له فلوس. طب ايه اللي يحصل؟ اللي حصل ان انا قلت لكم ان انا همشي انا والدكتور عدل في ايه امبارح، يعني ايه؟ هو بيدي المفروض دلوقتي فكره لما جينا كلمته، هيدي الامتى فين ده لما جينا كلمته فين؟ لا هيحصل حاجه ثانيه. اللي هيحصل ان انا هبدا من ايه؟ يا شباب خلاص من الباب اللي مبني يعتبر ان ده خلاص يبقى تعتبر ايه؟ وان ده المفروض اطلب انا على ايه؟ مشكلة عاوزة في التصوير اللي حصل، عندكم مشكلة عاوزة في التصوير؟